انت شو عملت؟ انا اجيت فيقه. ما بسمح لك تتصرف بقلة ادب هيك مع كنتي. هاي البداية، لسه ما شفتي شيء. اتركني. ليك نزل ايدك. اتركني. لوين اخذني انت؟ استاذ افتح الباب. استاذ حدا يساعدني. انت شو عم تعمل؟ شو عم تساوي لي؟ ساعدوني افتحوا لي الباب. شو عم تعمل بشنطايتي انت؟ صباح الخير. صح صحتي ولا كب عليكي مي كمان؟ شو بدك؟ اتركني. لا تحط ايدك علي. بعد عني. أنا قلت لك بتكوني جاهزة بكير، وأنتي لازم سادوني. تعملي مثل ما قلت لك تماما. أنا ما بمزح معك. اتركني قلت لك. بعد عني. حدا هون؟ افتحوا لي هذا الباب. اتركني قلت لك. اتركني. اتركني روح بقى. خطفتني من زوجي المرة الماضية، وهلا خطفتني من بيتي كمان. قلي شو اللي عم يصير معك؟ اتركني. لا اتركني روح. اتركني روح. ساعدوني، حدا ينقذني. شو صار لك انت؟ قلي معقول لانك غني عم تتصرف مع العالم هيك؟ رح تدفع الثمن. ساعدوني بترجاكم. حدا ينقذني من هذا الشخص عم يخطفني. انت ما فيك تجبرني اني اعمل اي شيء بدك اياه، وانا ماني خايفه منك. عن جد انت واحد سخيف. شو هاد؟ خدي اشربي مي. انا ما بدي اشرب منك اي شيء. ما بدك شيء؟ قلت لك اتركني بحالي. بعد عني. شو عم تساوي؟ شو هاد؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.